أهلا بكم. لماذا لا تنتهي مأساة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، في سجون العراق، في معتقلات العراق؟ لماذا لا تنتهي مأساة الإعدام الطائفي بالجملة من خلال محاكمات سريعة غير عادلة واتهامات جاهزة عبر وشاية المخبر السري طبعا، أو بدوافع طائفية وانتزاع الاعترافات بالتعذيب والابتزاز بحسب منظمة Human Rights Watch؟ فضلاً عن عدم إدانة المحاكم في العراق لأي عنصر من عناصر القوات الحكومية أو الميليشيات لارتكابهم انتهاكات بحقوق الإنسان كجرائم القتل وجرائم الخطف والابتزاز وإلى آخره، أكد مختصون بعلم الاجتماع أن الإعدامات في العراق التي هي بالطبع بدوافع طائفية ستؤدي إلى المزيد من حالات التصدع الأسري والمجتمعي، وتؤدي بالتالي إلى تشرد أجيال وضياع مستقبلهم. أما من الناحية السياسية، يرى مراقبون أن أحكام الإعدام تشكل جريمة دولية منظمة تشارك فيها قوى دولية مستفيدة مما يجري كإيران والولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت العراق عام 2003. نتساءل في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، من له المصلحة، من المستفيد من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان العراقي، استمرار إعدام العراقيين بدوافع طائفية، وما تداعيات فشل منظومة القضاء في تطبيق معايير العدالة الحقيقية؟ نسلط الضوء مشاهدينا الكرام على هذه القضية، وسيكون معي فيها كل من الأستاذ الدكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. دكتور يحيى، مرحبا بك، وأرحب بالأستاذ عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الأكارم ومشاهديكم. وأيضا ستنضم إلينا الأستاذة إيناس زايد، المحامية والباحثة في القانون الدولي. نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. اتهامات جاهزة وسجون مكتظة بالأبرياء ومنظومة قضاء فاسدة تنتج أحكام الإعدام التي تصدر بشكل ممنهج ضد العراقيين بوشاية المخبر السري أو بدوافع طائفية دون محاكمات عادلة، وسط تحذيرات دولية من غياب العدالة والشفافية وهيمنة الأحكام الانتقامية في القانون العراقي، فيما تنفذ السلطات عمليات إعدام بشكل مستمر والتي تواجه تشكيكاً كبيراً بسبب ظاهرة انتزاع الاعترافات تحت التعذيب والابتزاز وعبر نظام المخبر السري المعمول به في العراق. منظمة العفو الدولية قالت إن عمليات الإعدام بتهم الإرهاب تتم وفق إدانات فضفاضة وغامضة، وأنه يساورها القلق من احتمال إعدام عدد أكبر من الأشخاص سراً مع غياب للشفافية فيما يتعلق بعمليات الإعدام، فيما طالبت المنظمة السلطات العراقية بوقف فوري لجميع عمليات الإعدام. من جانب آخر، فإن السجون السرية والعلنية في العراق تعاني من اكتظاظ كبير بلغت نسبته نحو 300%، ومنها سجن الحوت سيء الصيت في مدينة الناصرية الذي يضم نحو 40,000 معتقل، وهو أكبر السجون التي تعاني من كثرة الانتهاكات وحالات الوفيات الناجمة عن التعذيب وسوء التغذية وتفشي الأمراض. ملف السجناء العراقيين لا سيما المحكوم عليهم بالإعدام الذين بلغ عددهم نحو 25,000 شخص بحسب وزارة العدل الحالية ممن لم ينفذ فيهم الحكم بعد، يعد من أبرز القضايا التي شكلت جدلا سياسيا وشعبيا وإعلاميا واسعا في البلاد، ويعكس فشل منظومة القضاء في الوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة وسط استمرار هيمنة الميليشيات ذات السجل الحافل بانتهاكات جرائم التطهير العرقي بحق سكان محافظات ومدن بعينها.
والتي تسيطر على جميع مفاصل الدولة مع وجود ضغوط من قبل بعض القوى السياسية الحليفة لإيران بغرض الإسراع للمصادقة على تنفيذ تلك الأحكام رغم المطالبات الكثيرة بإعادة المحاكمات. مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان في سجون العراق لا تنتهي حلقاته بالإخفاء القسري والتعذيب، بل تكتمل أركانه بالإعدام من خلال محاكمات سريعة وغير عادلة بحسب منظمة Human Rights Watch، فضلاً عن عدم إدانة المحاكم في العراق لأي عنصر من عناصر القوات الحكومية أو الميليشيات لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان مثل جرائم القتل والخطف، فيما أكد مختصون بعلم الاجتماع أن الإعدامات ستؤدي إلى المزيد من حالات التصدع الأسري وتشرد الأطفال وضياع مستقبلهم. فأحكام الإعدام تشكل جريمة دولية منظمة تشارك فيها إيران وأمريكا في العراق. أرحب بالدكتور يحيى سنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. دكتور يحيى، دوافع عمليات الإعدام في العراق، يعني بلا شك العراق بعد عام 2003 والنفوذ الإيراني الكامل على العراق، اصطبغ العراق بالصبغة الطائفية مع عمليات إعدام شنيعة بدوافع طائفية. ليتعرف على هذه الدوافع التي وصفها أكثر المراقبين أنها دوافع طائفية. أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام. أخي العزيز، عمليات الإعدام وعمليات الاستهداف الطائفي هي عمليات ممنهجة، وقد وضع أسسها الاحتلال الأمريكي بالتوافق مع إيران ومع عدد من الأنظمة الحاقدة على العراق. لذلك تم استهداف المكون أو العرب السنة تحديدا في فترة الاحتلال باعتبارهم إنهم امتداد لتاريخ عظيم وكبير في العراق ولأنهم الأغلبية، فأراد هذا الاحتلال أن يتفق مع إيران من أجل أن تنتقم وتثأر لما تحمله من أحقاد دفينة وكبيرة. لذلك عندما نعرج مثلا أنه هناك أسرى في إيران منذ الثمانينات، يعني مضى عليهم اليوم أكثر من 44 عام ولكن إيران لم تطلق سراحهم. الحكومات الطائفية منذ عام 2003 وإلى حد هذا التاريخ لم تصدر عفوا واحدا عن الذين قاتلوا الاحتلال الأمريكي. هم لم يقاتلوا لا حكومة ولا كان موجودة ولا قاتلوا طائفة ولا قاتلوا جهة أخرى، هم دافعوا عن شرفهم، عن مدنهم، عن أعراضهم ضد الاحتلال الأمريكي. في وقت كانت هذه الحكومات الطائفية التي تشكلت من مجموعة جواسيس سواء شيعة أو سنة كانوا هم مع طرف الاحتلال الأمريكي كمترجمين وأدلاء وكخدام ويعملون على كشف مواقع المقاومة الوطنية العراقية، وهم من جاءوا بالإرهاب عندما فشلوا أمام المواجهة مع هذه المقاومة فأدخلوا منظمات الإرهاب وعصابات الإجرام والمافيا من أجل أن تفت في عضد هذا الشعب الذي واجه الاحتلال الأمريكي والإيراني وحلفائهم وأدواتهم في المنطقة. لذلك عمليات الإعدام تأتي طبيعية لتستهدف العرب السنة تحديدا وبالآلاف وضمن قضاء هزيل معروف حتى لدى الأمريكان الذي شخصوه قبل أسابيع بأنه يعمل كأداة لإيران ويعمل أداة للحرس الثوري. لذلك لم تقم هذه الحكومات الطائفية مطلقا بإعادة محاكمة هؤلاء الذين انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب وتحت التهديد باعتقال عوائلهم وزوجاتهم. لذلك يستمر هذا المسلسل باستهداف العرب السنة وفق خطة تستخدمها أيضا إيران من أجل السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة العراقية، ومن أجل أيضا تدمير هذا المكون الكبير الذي يعتبر الأغلبية في العراق بعد أن أعلنت الأمم المتحدة في انتخابات عام 2005 أنه رغم من مشاركة نسبة لا تقل عن
3% أو 4% من العرب السنة في الانتخابات، إلا أن العرب السنة الذين قاطعوا الانتخابات قالت الأمم المتحدة إنهم بلغوا 41%، وأن الذين اشتركوا من مجموع الشعب 59%. نعم، أبقى معي لو سمحت. فهذا المسلسل هو مستمر. نعم. نعم دكتور يحيى، لو سمحت أبقى معي سوف أعود إليك مرة أخرى. أرحب بك أستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية. أستاذة إيناس، يعني القانون والقضاء كيف في العراق، كيف توصفينه عندما يعدم الآلاف بل عشرات الآلاف ومنهم الكثير بحسب ما يعني بحسب كشف حقوقيين كثير منهم كانوا يعني يقاومون الاحتلال الأمريكي، في حين أن الأحزاب جاءت والكل يشهد أنها جاءت على سبطانة الدبابات؟ نعم، مساء الخير لك دكتور سمير وللمشاهدين الكرام ولضيوفك الكرام أيضا. يعني ابتداء عندما نتحدث عن عقوبة الإعدام، فنحن نتحدث عن جزاء يجب أن يتم إيقاعه، أو يعني بالأحرى أي جزاء يجب أن يتم إيقاعه، يجب أن يتم إيقاعه في ظل ظروف محاكمة عادلة وقضاء محايد، وأيضا يتمتع بكافة ضمانات المحاكمة العادلة. أي جزاء ليس بالضرورة الإعدام، أي جزاء يجب أن يتوافر فيه أو قبله ضمانات للمحاكمة العادلة قبل أن يتم إيقاعه بحق الأشخاص. اليوم عندما نتحدث عن القضاء العراقي على وجه التحديد، نجد أن هناك العديد من الثغرات التي لا يمكن معها وصف المحاكمات التي يتعرض لها الأشخاص بأنها محاكمات عادلة. ليس هناك في بعض الأحيان حيادية في التعامل مع الأشخاص، هناك تمييز مع بالأشخاص بين المذهب أو حتى العرق أو الانتماء السياسي وغيرها، هناك تفريق ما بين الأشخاص في هذه الجزئية، هناك حرمان من حق الدفاع حيث أن العديد من الأشخاص لم يتاح لهم فرصة التواصل مع محامي أو حتى مع ذويهم من أجل إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، بعضهم لم يعلم ما هي التهم بالضبط الموجهة إليهم ابتداء، وهناك أيضا العديد من الاعترافات كما ذكر ضيفك الفاضل قبل قليل أخذت تحت التعذيب وأخذت تحت يعني ظروف مهينة ولا إنسانية، وأيضا في سجون أقل ما توصف بأنها يعني تفتقر لأدنى مقومات الحياة. هناك العديد من الظروف التي تقع في دائرتها الشبهة حول أي قرار من الممكن أن يتم اتخاذه من قبل المحكمة، فما بالك وكيف إذا كنا نتحدث اليوم عن عقوبة الإعدام، وهي أخطر عقوبة، وهي عقوبة تعتبرها منظمة العفو الدولية عقوبة، هي ليست عقوبة، هي انتهاك لحق الإنسان بالحياة. وهذا الأمر يعني وحتى في الدول التي تتبع هذه العقوبة في أشد الحالات خطورة، هناك فرصة تمنحها الدولة أو يمنحها القضاء للشخص حتى إذا كان هناك أدلة جديدة من الممكن أن يثبت بها براءته من الجرم المسند إليه، ولكن هناك الإعدامات حتى لا تتيح للشخص أو المتهم الفرصة لاستئناف الحكم أو لتمييزه أو حتى الذهاب إلى محكمة عليا، ويتم تنفيذه بالعراق على وجه السرعة كنوع من أنواع التصفية الجسدية لبعض الأشخاص من خلال للأسف غطاء قانوني وقضائي يعني رسمي، مع الأسف أقول، لأن هذه الإعدامات وهذه التصفيات لا يمكن أبدا أن توسم بأنها شرعية أو قانونية تحت أي ظرف في هذه الحالات. نعم سيد إيناس، ابقي معي لو سمحتي سوف أعود إليك مرة أخرى. سيد عبد الله أرحب بك. سيد عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، استخدام القانون والقضاء في العراق وتسييسه لصالح الأحزاب الطائفية التي ترسخ النفوذ الإيراني، يعدم العراقيون طائفيا بينما يجلب الأفغانيون من الطائفة التي هي من نفس ما تريدها إيران أو من مختلف الشعوب، يتم تجنيسهم في العراق وإعطاؤهم الجنسية العراقية بينما يصفى العراقيون أهل البلد. يعني هذا الحال ليس بجديد منذ 2003 وإلى الآن، وهذا الحال هو لا يقف عند حدود العراق. تفضل. الحقيقة تحية لك، بداية لك ولضيوفك الأكارم ومشاهديكم. موضوع الإعدامات في العراق بعد الاحتلال، طبعا هي الإعدامات هي موجودة على مر الحقب السياسية في العراق حتى العراق الحديث، لأنها تختلف أسبابها وظروفها، لكنه ما بعد الاحتلال في أول يوم زيارة لرامسفيلد وزير دفاع الاحتلال زار
سجن أبو غريب، وتفقد بالذات قسم الإعدامات ليراه هل يصلح ميكانيكيا. هذه الزيارة كانت خبيثة إلى أبعد الحدود، بحيث تعطي شرعنة للإعدامات وشرعنة للاعتداء على المواطن العراقي بالإعدام. هذه البداية التي كانت أمريكا تريدها إلى العراق. فالظروف الأخرى التي تأتي بعدها من إعدامات طائفية وغيرها، فهي تستهدف حقيقة. يعني تفضل ضيفك الأخ العزيز دكتور نائل، أو دكتور يحيى السنبل. اسمح لي، دكتور يحيى السنبل. نعم. يعني ركز على عملية أن الاستهداف طائفي، هو صحيح بالمعنى العام، لكن هو المقصود منه هوية الوطنية العراقية العربية، لأنه هالمجموعة اللي تستهدف اليوم تستهدف تحت غطاء طائفي، هذا صحيح، لكنه المقصود هو الهوية الوطنية العربية. نعم. لأنه من سيبقى هو سيؤيد إيران، فسينسلخ من هويته الوطنية، وهذا المقصود بالأساس أول مرة استهداف. وبالتالي عندما تنتهي الاستهدافات هذه، لأن هذه الاستهدافات تؤثر تغييرات ديموغرافية كبيرة جدا، تؤدي أيضا إلى هجرة كافة الكفاءات العراقية الصلبة الحقيقية. فبالتالي هذه هي الاستهدافات الطائفية، مقصود منها التهيئة لأجواء تريدها إيران، منها الحرب الأهلية على أساس طائفي. هذا الذي رفضته كل القوى السياسية العراقية التي تناهض الاحتلال وتناهض إيران، وما أثبتته ثورة تشرين، أنه هذا المجال وهذا الحيز الذي تريده أمريكا وإيران أن يدخل الشعب العراقي إلى حرب طائفية، هذا الذي منع. فلذلك الاستهدافات الإضافية أو سمي الضغط أو الزخم في الإعدامات هو لتحيئة هذه الأجواء. فالإعدامات بظاهرها طائفية، إلا أنه هي تستهدف الهوية الوطنية العربية للعراق. لأنه إيران هذا ما تريده، إيران هذا ما تذهب إليه، وهذا ما ترغب به أمريكا أيضا. عندما أستاذ عبد الله، سوف أعود إليك مرة أخرى. دكتور يحيى السنبل، هناك آثار مجتمعية أو اجتماعية خطيرة لما ينفذ من عمليات إعدام متواصلة ضد العرب السنة، بحسب ما يرى كثير من يعني خبراء بعلم الاجتماع أو الذين ينظرون إلى الواقع العراقي وما يحصل إليه في المخيمات، يحصل له في المخيمات، داخل هذه المخيمات، مخيمات النزوح، نموذج مصغر لما يجري. الأب مستهدف، الأم مستهدفة، الطفل يمنع من التعليم ولا يعطى هوية عراقية. يعني الأمر، يعني ما هي آثاره المستقبلية على هذا الجيل والجيل اللاحق في ضوء هذه الظروف يعني القاسية والخطيرة؟ حتما إذا استمر هذا العمل وبقت هذه الحكومات الطائفية تتلاعب بهذه الموازين وترعاها أمريكا وإيران في ظل غياب أي موقف إقليمي ودولي، أعتقد بأن الأجيال المقبلة ستكون أجيال بعيدة كل البعد عن الواقع الحضاري وما يشهده العالم وما يحاول أن تصل إليه الدول الأخرى، باستثناء العراق الذي يزرع الإرهاب ويزرع بؤر الميليشيات ويحاول تصدير هذه الفوضى إلى الدول المجاورة أو إلى أكثر من ذلك. إيران حتما تريد تفتيت النسيج الاجتماعي العراقي، وهذا ما وضعته أمريكا أو توافقت عليه مع أمريكا. لذلك عمليات الإعدام واستهداف العرب السنة، نعم أنا أؤيد الأخ العزيز الذي قال بأن أمريكا وإيران تستهدف الهوية الوطنية. نعم، هناك أيضا كثير من إخواننا في الجنوب وهم مستهدفون من قبل إيران لأنهم وطنيون ولأنهم ينكرون هذه الأعمال، ولكن التركيز على العرب السنة باعتبارهم الأغلبية وإعلان دائم بأن العرب السنة هم أقلية، وفق ما جاء في دستور بريمر وما وضعه الأمريكان، كل ذلك يثير كثير من الشكوك. هناك عمليات تغيير ديموغرافي تسعى إليها إيران في العراق من خلال جلب جنسيات أخرى،
هناك محاولات لتهجير العرب السنة بشكل كبير من مدنهم والذهاب إلى دول أخرى، كل ذلك هو مخطط له. ولكن أنا أعتقد بأنهم بإذن الله سوف يفشلون في ذلك، لأن هناك وعي كبير عند القوى الوطنية المناهضة للاحتلالين الأمريكي والإيراني للعراق، وهناك تنبه أيضا من قبل الدول الإقليمية التي تشعر الآن بنيران إيران تحيط بها من كل جوانبها بعد أن توافقت معها على ذبح العراقيين وعلى تدمير العراق. ولكن الآن بدأوا يحسون بأن المشروع الإيراني المتوافق مع المشروع الصهيوني ومع أمريكا يستهدفهم أرضا ووجودا وعقيدة، ويستهدف الأمة بكامل أديانها ومذاهبها ووجودها. لذلك عمليات الإعدام التي يسرع بها هذه الحكومة الطائفية هي بتوجيه إيراني من أجل رفع الحرج عنهم عندما يصدر قانون عفو مخجل سوف يطال عدد من يمكن من الناس الأبرياء عدد قليل، ولكن كل عفوهم هو يتم عن أصحابهم من تجار المخدرات والدعارة وزنا المحارم. هذا هو ما تصدره الحكومات الطائفية على مرور السنين التي مرت على ذلك. ولكن أيضا هناك دفع من قبل هذه الحكومة الطائفية وإيران إلى هؤلاء الشباب، إلى هؤلاء الآباء المستهدفين في مخيمات النزوح، إلى الذهاب إلى خندق الجهات الأخرى المعادية، سواء إلى خنادق منظمات الإرهاب أو إلى خنادق منظمات المخدرات، يتم استخدامهم لغرض التوجيه الإيراني باتجاهات أخرى، مثل ما قادت عمليات التدمير في مدن كثيرة في العراق، ومثل ما نجد أن سوق المخدرات أصبح زاخرا في العراق، بل إن هناك معامل ومزارع ترعاها إيران، ولربما يعمل فيها عدد من أولئك الذين ساوموهم على الخروج من هذه المخيمات باتجاه العمل لصالح الأجندة الإيرانية. نعم، شكرا جزيلا دكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، لوجودك معنا في هذه الحلقة. أستاذ إيناس زايد، أعود إليك مرة أخرى. يعني عندما يسأل مراقبون للشأن العراقي وشهود عيان وخبراء قانونيون يعني إلى آخره، يقولون ما هذا التناقض الموجود في العالم؟ لماذا العراق يعد كوكبا مغايرا، كوكبا يختلف عن كوكب الأرض، وكأنه اجتزئ بحيث لا يطبق فيه أي قانون؟ يعني تاجر المخدرات يعني يخرجوه ويقومون بإعدام رجل بريء لمجرد أنه من السنة، باختصار يعني بوضوح هذا الأمر، يعني بدون أي تعابير، بوضوح يعني عندما يتحدث الشهود داخل العراق، عندما يكون العراق كوكبا يختلف عن العالم، القانون الدولي ما هو موقفه؟ هذا القانون الدولي نفسه الذي يرى الفلسطينيين وهم يذبحون بصواريخ الكيان الصهيوني، أليس من حق أي مواطن عراقي أن يكفر بهذا القانون؟ نعم، يعني ابتداء منظومة القانون الدولي، وأنا باحثة في القانون الدولي يعني بالمناسبة، ثبت فشلها في حماية الإنسان الموجود في العالم العربي. يعني عندما نتحدث اليوم عن نصوص قانونية فنحن لا يمكن أبدا أن نحصرها باتفاقية واحدة، هناك العديد من الاتفاقيات التي نصت على الكثير من الحقوق، ولكن على ما يبدو بأن المجتمع الدولي أو الدول التي صادقت ووقعت على هذه الاتفاقيات وألزمت نفسها بهذه الاتفاقيات لم ترى الإنسان العربي مواطن من الدرجة الأولى، تراه مواطن أو إنسان من الدرجة الثانية ولا يستحق هذه الرعاية كما يجب. وقد أحرج العالم الغربي والدول الأوروبية على وجه التحديد وأمريكا في أكثر من معضلة إنسانية وحقوقية تم تسليط الضوء عليها، ليس نتحدث فقط عن العراق، نتحدث اليوم عن كما ذكرت فلسطين، اليمن وليبيا وغيرها من البلدان العربية التي
تفتقر إلى أدنى معايير حقوق الإنسان، وهناك فقر شديد في أي معنى للإنسانية التي تدعيها تلك الاتفاقيات. لذلك فنحن عندما نتحدث كباحثين في هذا القانون، وعندما نتمسك في هذه النصوص، فعليا عندما تمسكنا بهذه النصوص يعني بأن هناك ما زال هناك فرصة من أجل أن يتم إثبات فعالية هذه النصوص، وإلا فنحن طالبنا ونطالب بأن لا يتم اعتماد هذه النصوص فعليا كقانون دولي، وأن يتم هناك استبدال لهذه النصوص بنصوص أخرى من شأنها حماية هذه الحقوق ورعايتها بشكل أفضل، لأن كل ما يتم ادعاءه اليوم من حقوق الإنسان لا يتم تنفيذه على أرض الواقع. بالشأن العراقي هناك العديد من القوانين على سبيل المثال الداخلية، ولا أتحدث هنا عن القوانين الخارجية أو الدولية، هناك العديد من القوانين الداخلية حتى ولكن لا يتم تطبيقها، وعلى الرغم من الادعاء الكاذب بأن الحكومة تطبق القانون وبأن العراق هو دولة قانون، وما زلنا نرى أن هناك العديد من القوانين التي تظهر، وآخرها كما ذكرت دكتور سمير الذي يعطي الجنسية على سبيل المثال، هناك مصالح أولى بالرعاية من إعطاء الجنسية اليوم، هناك معتقلات سرية، هناك إخفاء قسري للمدنيين، هناك إعدامات ميدانية، هناك إعدامات عن طريق القضاء كما تفضلتم أو ذكرتم اليوم وخصصتم حلقتكم للحديث عنها. لذلك نحن نتحدث عن أولوية كبرى وهي الحفاظ على الحياة ابتداء قبل الحديث عن الجنسية وعن مصالح تجارية أخرى. هذه الازدواجية كما ذكرت، وهذا يعني الانفصام القانوني الذي نراه اليوم على الأرض سواء على الصعيد المحلي في العراق أو على الصعيد الدولي، يجعلنا اليوم في مفترق حقيقي. هل يعني يجعلنا نتساءل، هل فعلا نحن أمام منظومة حماية لهؤلاء الأشخاص أو لهؤلاء الأفراد أو الإنسان الموجود في العراق وفي الوطن العربي، أم علينا استبدال هذه المنظومة الفاشلة التي لم تعد لها قيمة حقيقية على الأرض بمنظومة أفضل وإن كان هناك لها صياغة أخرى؟ هل نحن الآن بحاجة إلى استبدال هذه المنظومة؟ أنا من رأيي أنه نعم، لأنه لا يوجد اليوم أي احتكام لهذه القوانين ولا يوجد تطبيق لها ولا يوجد آليات، على الرغم من وجودها على الورق لكنها لا توجد اليوم على الأرض لتنفيذها ولإنفاذ هذه القوانين. بالضبط، عندما نقرأ ونسمع فقرات القانونية نقول إن العدالة مطبقة على هذا الكوكب ولا 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 توجد إلا العدالة، وسبحان الله. اسمحي لي أستاذ إيناس، سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد الله السلمان، يعني في العراق لا يخفى فيه من العجب ما لا يخفى على أحد. الآن ذكرتم أن الهوية الوطنية هي المستهدفة من خلال عمليات الإعدامات المتواصلة. هل بقي الآن لدى الشاب العراقي أو لدى المواطن العراقي أي رغبة في الدفاع عن بلده، الذي إن تكلم بكلمة ضد سياسات الأحزاب جوبها بعقوبة الإعدام؟ هل يستحق أو يستحق هذا البلد أن يدافع عنه؟ هل يملك المواطن العراقي الآن في ظل منظومة الأحزاب التي تسرق وتهدم منذ أكثر من 20 سنة إلى الآن، تهدم كل شيء، يعني كيف تنظر إلى نفسية المواطن العراقي وهو يرى بأم عينيه أن لا منظومة تحميه ولا قضاء ولا قانون، والحكم للفاشينستات والحكم للأحزاب؟ الإجابة على سؤالك يا أخي الكريم يتناول عدة جبهات. الجبهة الأولى الغاية من الإعدامات والمضايقات اللاإنسانية وهضم حقوق المواطنين والسرقة والفساد، هو غاية تبغيها الجهات التي تقود هذه العملية، وهي الجهات والأطراف المؤثرة في العراق التابعة لإيران، وهذه تريد من المواطن العراقي أن يتنكر لوطنيته ويرفض العيش بالبلد ويصل إلى قناعة الاستسلام على أنه خلص هذا البلد لم يعد سببا للعيش. بينما من ناحية السياسية يجب أن يكون هذه
هو الدافع الأساسي لعملية العمل المضاد للتغيير. فهذه هي المسألة ذات جانبين. الجانب الأول الدفع الإيراني لأنه الشعب العراقي يصل إلى حالة اليأس والخمول والتكاسل والهجرة وترك البلد واليأس من كل من المستقبل وغيره. لكن بالحقيقة هو أيضا يعني لو نأخذه من جانب آخر يجب أن يكون هذا هو الدافع الأساسي، وهذه مقومات الثورة التي يجب أن تقوم في العراق، أن هذه الخروقات اللا إنسانية وهذا الكم من الاضطهاد وهذا الكم من الإعدامات وهذا الزخم من الطائفية وهذا الفساد المستشري في كل جزء من أجزاء العراق يكون دافعا للتغيير وليس العكس، ليس دافعا إلى الهزيمة أو النكران أو تنصل من الوطنية أو تنصل من الوطن. هذه يعني هذا ما تريده طيب إيران وما تريده أمريكا في هذه الحكومة. إذا سمحت لي، يعني في حكومات ما بعد الاحتلال هناك سلطة سنية أو سنة السلطة إن صح التعبير، هم الذين يمثلون السنة في العراق في هذه الحكومة، يعني موجودين. من وجهة نظرك، ألا تعتقد أنهم هم السبب الأكبر فيما وصل إليه سنة العراق اليوم؟ هذه المجموعة يعني من اختارها؟ اختارها بريمر، لم يختارها الشعب العراقي، ولا يعني أنا لا أذهب دائما إلى الطائفية يعني هم حتى الآن ولا هم الآن يعني ولا السنة الأحزاب الشيعية الأحزاب الشيعية نعم. بيدها السلاح وبيدها صحيح. المال وبظهرها إيران تأكيد. ومن فوقها ومن تحتها أمريكا. العرب السنة الآن هؤلاء السياسيون لا يحمونهم، موجود يعني مناطق مثل جرف الصخر ومدن كثيرة مهجرين الآن في المخيمات في الداخل العراقي، في داخل السجون والمعتقلات عمليات الإعدام مثرمة مستمرة والعالم صامت. يعني ما هو دورهم إذن خلال هذه المرحلة؟ كل ما تفضلت به صحيح ودقيق 100%، ولكن دور هؤلاء هم من هم حتى نقول لهم دور؟ من هم؟ هل اختارتهم هذه الجهات بشكل صادق وصحيح وفعال؟ وهل هذه الجهة التي تمثل السنة على سبيل المثال، هل اختارتهم أهل السنة مثلا في العراق أو الشيعة اختارتهم أهل الشيعة في العراق؟ هذا غير موجود. هذه ترتيبات رتبتها أمريكا وجاءت بعناصر يعني أنا يعني أخجل أن أوصفهم أمام الشعب. يعني هذول الناس تابعين إلى الخيم بالبراري والرقصات ورقص الليل، وأكثر من هذا ولا تفكيرهم لا يسع أكثر من هذا، لا يسع لا للوطن ولا للطائفة ولا للمذهب ولا حتى للعشيرة. تفكيرهم ضيق إلى حد المصلحة الذاتية والشخصية من مخرجات النظام المحاصصة. أستاذ عبد الله بالضبط، هو هذا هو هذا النظام الذي أرادته أمريكا، نظام محاصصة وتستهدف الهوية العراقية من خلال تقزيم الجهات بشكل طائفي، ولكن هي تستهدف تقزيم الهوية العربية لهذه المناطق. نعم. اليوم يعني إذا أريد نحسب المحافظات العربية يعني 15 محافظة عربية، زين هذه المحافظات العربية هل فيها هوية عربية؟ لا، يعني حتى الموصل اليوم تفقد هويتها العربية، صلاح الدين تفقد هويتها العربية، البصرة فقدت هويتها العربية من أول يوم. فهذه هي المشكلة الأساس. فجاءوا بناس تقبل هذا البرنامج، ولا هم لجاءوا بناس ترفض ووطنيين. يعني الاحتلال البريطاني لما جاء إلى العراق جاء بنفس مجموعة سماها المجلس الاستشاري، اللي هي نفس المجموعة التي كانت استشارية في زمن السلطنة العثمانية، هم نفسهم أصبحوا المستشارين. الآن لا، جاءوا بناس غريبين عن المجتمع العراقي، عن فهم المجتمع العراقي، عن طبيعة المجتمع العراقي، عن الهوية العراقية. لذلك تستمر هذه وتستهدف. الغاية الأساسية هو تهديم العراق كياناً اجتماعياً وجعله طائفياً، ولذلك يدفعون بهذه الاتجاهات ويجيبوا فلان وفلان أصحاب الليالي الحمراء
ليمثلوا الشعب. أي سياسي منذ الملكية إلى اليوم كان يذهب إلى الليالي الحمراء. السياسي يخجل السياسي يتصرف. السياسي في الغرب يسمون يعني منطق السياسة أنه فن الممكن، ويعني في المفهوم الغربي أنه يعني خادم للمواطن. يعني أي موظف سياسي في أوروبا يعتبر خادم للشعب، خادم للمواطنين. في العراق يعتبرون يعني الحكم أو السلطة غنيمة، وأصبحوا هم يعني المتحكمون بمصائر الشعوب، يعدمون ويقتلون ويذبحون ويسرقون، وشعاراتهم فلنحرر القدس وإلى القدس وهي إلى القدس، وشعاراتهم كلها براقة، ولم يرى منهم العراقيون أي خير، حتى الكهرباء التي هي من حقهم أن يعيشوا كبشر يمنعونهم من الكهرباء ويقتلونهم. أستاذة إيناس، بالعودة إليك الآن، يعني هل ممكن أن يكون، أو إلى أي مدى ممكن أن يكون هناك مثلا تجمع لمحامين عرب أو مسلمين، لنقل لا نعول على العرب، هل ممكن أن يكون هناك بارقة أمل في كشف الحقيقة للعالم وفضح أمريكا؟ لا نقول فضح الحكومة، لأن الحكومة تابعة لأمريكا، هل ممكن ذلك؟ يعني بالتأكيد بأن أي تكتل ضاغط باتجاه معين من الممكن أن يكون مؤثر، ونحن نرى هذا الآن في ظل الحركة الشعبوية والعالمية التي تحدث الآن من أجل مثلا كشف جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين. واليوم على غرار ذلك من الممكن طبعا أن يكون هناك تجمع إما قانوني أو حقوقي معين من أجل الكشف عن هذه الجرائم وهذه الانتهاكات التي تحدث اليوم في العراق. وهذا الأمر قد يكون مؤثر لأن هناك العديد من الأدوات اليوم التي من الممكن أن تحقق نتيجة على أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك بأن الموجودين على الأرض اليوم بإمكانهم جمع الأدلة والتوثيقات وغيرها من الوقائع الموجودة التي لا يمكن أن تكشف إلا من خلال الأشخاص الذين يعيشون هذه الظروف، وتجمع هذه الأدلة وهذه التوثيقات، ومن الممكن أيضا اتخاذ إجراءات قانونية من خلالها، سواء باللجوء إلى المحاكم التي تنتهج النظام العالمي مثل بريطانيا وغيرها من الدول التي من الممكن فتح قضايا اتجاه الأشخاص الذين يرتكبون هذه الانتهاكات بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى الضغط العالمي، تشكيل الضغط العالمي حول هذه الانتهاكات مهم جدا، ومن شأنه أيضا أن يكون هناك. للأسف فقدنا الاتصال بالأستاذة إيناس زايد، سنعود الاتصال بك أستاذة إيناس لاحقا. أستاذ عبد الله، نعود إليكم مرة أخرى، ماذا يفعل العراقيون وخاصة يعني ذوي المعتقلين وذوي المغيبين وذوي المحكومين بالإعدام؟ عادة لنا السادة إيناس، عذرا السادة عبد الله سوف أعود إليك، فلتكمل السادة إيناس حديثها، تفضلي السادة إيناس. نعم، عذرا انقطع الاتصال. يعني فكما ذكرت، يعني هناك العديد من الإجراءات التي واجب اتخاذها فعليا، لأن الصمت أيضا غير مقبول في هذه المرحلة. يعني وجود هذه الانتهاكات والصمت عنها هو أمر غير مقبول، يجب أن يكون هناك تحرك على أي صعيد. وأيضا يعني فكرة إنصاف الضحايا، يعني هؤلاء الأشخاص سواء الذين تم إعدامهم زورا وبهتانا، قد يكونون لم يرتكبوا فعلا أي جرم يعاقبوا بهذه الطريقة عليه، لا يمكن أبدا أن يقال أن حقهم قد ضاع، بالإضافة إلى الأشخاص الذين ما زالوا الآن بانتظار أحكامهم. يعني كل يوم اليوم نخسر أرواح بشرية ونخسر أشخاص قد يكون إنقاذهم ممكنا. لذلك فنعم، كل خطوة هي مهمة، وكل لحظة وكل دقيقة أيضا هي مهمة في هذا الشأن. نعم أستاذ إيناس. أستاذ عبد الله، ماذا على العراقيين أن يفعلوا في ضوء نظام المحاصصة الطائفي الإقصائي؟ الحقيقة أمام هذا الوضع، يعني وإحنا نعرف تماما
تبعية القضاء إلى الميليشيات وإلى إيران بموافقة أمريكية صرفة، وضع الشعب العراقي مصيره بيد هؤلاء. هذه المشكلة تحتاج إلى عملية مظاهرات قوية وعملية ضغط جماهيري شعبي كبير، ليس فقط هذه العوائل المتضررة وإنما المجتمع بشكل عام يجب أن يأخذ مسؤوليته في هذا الإطار. يعني العوائل التي يتم إعدام أولادها تكون منكوبة متأثرة مثل ما تفضل ضيوفك الأكارم بالإعكاسات بعد الإعدام، فتكون غير قادرة على الحركة بسرعة، ولكن على المجتمع أن يأخذ بيدهم ويضغط باتجاهات عديدة منها المنظمات الدولية وعلى المنظمات. يعني مثلا بلاسخرت بقت ساكتة، خرست عن هذا الموضوع طيلة فترة وجودها ولا تتحرك، لأنه لم يتحرك أحد، ولو تحرك البعض واتهموها بأنها تأخذ رشاوة وسكت المجتمع الدولي عنها، لكن الضغط هذا ضروري للتوجه إلى الجامعة العربية، التوجه إلى أي مجال ضغط. يعني ما شاء الله الجامعة العربية يصل إلى الأمم المتحدة قائمة بدورها أبدا، خصوصا بغزة، يعني شيء يعني يفرح. فهذا يعني على الأقل أنا أوصل صوتي بكل الوسائل. هذه الأماكن هذه ضرورة، يعني عملية الضغط، يعني حتى لإيصال الصوت إلى مجلس الأمن بأي طريقة، يجب أن يضغط الشعب العراقي، ليس العوائل وحدها أو الكتلة المذهبية وحدها، يجب أن الشعب العراقي كله يمارس، وأحزابه السياسية وقواه السياسية يجب أن تضغط على البعض. هذا يقول هذا طبعا البعض يرى أستاذ عبد الله أن يعني هذا الأمر صعب بالنسبة للداخل العراقي، لأن الداخل العراقي الآن هو على قناعة بأن صناعة الأعداء من الداخل هو ما موجود. يعني الآن الطائفية متجذرة في العراق، من الصعب جدا أن تقنع أحدهم بأن هذا تم إعدامه بدوافع طائفية. أصلا يعني هو عملية ضغط إعلامي طائفي من قبل الميليشيات، أما بحقيقة الشعب العراقي يعرف تماما أن هذه الإعدامات هي ليست حقيقية وإنما طائفية بامتياز، لأنه كل الحقائق تؤكد أن الذين ناس يعرفوهم ويعرفون عوائلهم يعرفون أشخاصهم. وقبل يعني الأسبوع الماضي شاهدت مقطع لطفل عمره سنتين أصدر بحق القضاء تهمة إرهاب 1/4000 بالإرهاب منه، كان عمره سنتين، معناته هو تنظم إلى المنظمة الإرهابية من كان بطن أمه، والآن هو ما شاء الله يعني يطبقون القانون على أصغر مواطن عراقي حتى لو كان عمره سنة. من الصف السادس هو، يعني وهذه مقابلة تلفزيونية وليست حديث لشخص. نعم ما يعني شاهدناه. فبالتالي هذه الانتكاسات يعني القضائية بالعراق واضحة لكل مواطن عراقي، ويعرفون أنه هذا القضاء يستهدف الوطنيين، لا يستهدف لا المخدرات ولا المجرمين ولا ولا أي أحد آخر. طيب ولا حتى القتلة. نعم ابقى معي أستاذ عبد الله. أستاذ إيناس، السويد اعترضت على الحكم على 4 مواطنين سويديين في العراق بالإعدام، هل تعتقدين أن هذا الأمر ربما يحرك موضوع منع عقوبة الإعدام في العراق؟ يعني بالتأكيد، يعني هم مواطنون سويديون، وبالنتيجة من الممكن أيضا اتخاذ إجراءات لحمايتهم كونهم مواطنين تابعين لدولة أخرى، ولكن يعني كما ذكرت لك نظرة العالم الأوروبي حول هذا الأمر، يعني قد يقومون بإجراءات من أجل حماية المواطنين السويديين، ولكن هل سيقومون باتخاذ إجراءات لحماية باقي العراقيين الموجودين الذين لا يحملون الجنسية السويدية؟ يعني هذا هو المطلوب. يقتلون بدم بارد، ولا 20 سنة يقتل العراقيون السنة بدم بارد ولا أحد من العالم تحرك. هل ينتظر العراقيون من السويد أن تنصفهم؟ هذه حقيقة. نعم سيد إيناس. سيد عبد الله، ماذا أمام العراقيين ونحن رأينا عام 2019 الماكينة
العسكرية والرشاشات ومقاومة الطائرات وغيرها التي تحملها الميليشيات واجهت ثورة سلمية في عام 2019 طالبت بنظام عادل. ليس أمام أي شعب عدا الشعب العراقي أمام هذا الجبروت وهذا القتل وهذا تدمير الهوية الاجتماعية وتفسيخ المجتمع وسرقة أمواله ونهب ثرواته، ما أمامه إلا الثورة، يعني ما أمامه إلا التغيير، يعني لا يمكن الركون على أن الخوف هو السبب الذي يدعي أن يجلس العراقيين ويدعون لإنهاء هذه المشكلة. ليست دعوة إنما عمل، لا ليس أمام العراقيين إلا العمل، ودعوة هي يجب أن تكون تبدأ بها الحركات السياسية العراقية الموجودة التي تعمل على بهوياتها أنها هي هوية وطنية تحاول إنقاذ الشعب العراقي من هذه المشكلة. عليها أن تصطف وتعمل مع الشعب العراقي، الشعب العراقي يجب أن يثور، وإذا لم يثور فسيموت بدم بارد. لم يتحرك اليوم على مستوى جماهيري، على مستوى ضغط دولي، ضغط إقليمي، بكل الوسائل، على الرغم أنه تاريخيا حتما ستندفع هذه الأزمات إلى باب مغلق وسيثور الشعب هذا حتما، لكنه العمل أنه عدم تثوير الشعب العراقي وعدم دفعه إلى التغيير أمر خطير جدا. الشعب العراقي يجب أن لا يبقى ساكتا على هذه الجرائم وإلا سيطوله الأمر. إذا اليوم مثل ما إذا اليوم انتهوا من السنة، خلينا نصفها كما يقال، وغدا تبدأ التهجير. اليوم النجف أصبحت مدينة أفغانية، غدا ستصبح البصرة مدينة إيرانية أيضا، وبالتالي هذا هكذا يهدد الشعب العراقي كله. فما على الشعب العراقي إلا التحرك والتجمع على نقطة واحدة، وهو إنقاذ هذا الشعب ومستقبل أجياله بأي صفة بأي صيغة. يجب أن يتفقوا، يجب أن يتفقوا، وإلا عدم الاتفاق أمر يعني أمر معيب بالشعب العراقي، ولا يستحق الشعب العراقي أن يبقى هكذا. والقوى السياسية أنا أعتبرها كل القوى السياسية التي ترفض التجمع مع الآخرين لأجل العراق أعتبرها قوى متفرجة وليست قوى سياسية تعيش لأجل نفسها ولا تعيش من أجل العراق ولا من أجل العراق. هذه خطورة، هذا خطر كبير، والأمر هذا ربما خطر كبير يبدأ من تشرين إلى الأحزاب التقليدية إلى التجمعات الكبيرة إلى الشخصيات الوطنية. يجب أن تعمل لإنقاذ هذا الشعب، ليس من المعقول أن نترك الشعب العراقي يعدم وتغيب هويته وتسرق أمواله ويهدم مستقبل أجياله ويعدم أبنائه ويقتلهم ومستقبل أجيال حتى المعدومين في كل بلد. يعني أمريكا فيها إعدامات، ولكن شكرا لا يؤثر. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله سلمان، عذرا للمقاطعة، الكاتب والباحث السياسي، لوجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا أستاذ إيناس زايد، المحامية والباحثة في القانون، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة. وشكر موصول للدكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.